سدس الإسلام. يعني ايه معناها ايه سدس الإسلام هنا؟ الله يفتح عليك، سؤال جميل ويفتح لنا إشارة ونكتة لطيفة في هذا الأمر. لو تتذكر من قبل قلنا أن الإسلام لا يوجد مجردا بدون مسلم، يحقق هذا الإسلام. الإيمان كجزء من هذا الدين لا يوجد مجردا بدون مؤمن يحقق هذا الإيمان. الإحسان لا يوجد مجردا بدون محسن يحقق هذا الإحسان، وهكذا في سائر مقامات الدين. إذن فالعلاقة بين الدين والإنسان علاقة الروح بالجسد، فالروح لا يمكن أن توجد إلا في النفس البشرية في الجسد، ولا حياة للجسد إلا بها، إلا بالروح. إذن فالإسلام لا يوجد، أو الدين لا يوجد إسلاما وإيمانا وإحسانا أو شريعة وطريقة وحقيقة، لا يوجد إلا في إنسان يجسد هذا الدين، يجسده ويحققه في حياته أو يحققه كمقام. فعندما يقول سدس الإسلام أي أنه حقق الإسلام، لأنه كجزء منه بقى سدس الإسلام. الإسلام ده كله هو كان سادس ستة، حققوا هذا الدين في أنفسهم. فكأن هذا الدين كان يعبر عن الإسلام، انبثق من ستة. هؤلاء الستة فكان كل واحد منهم يحمل هذا الدين في نفسه. الله. كل الدين الإسلامي هذا على سعته وعلى ما فيه من عمق وعلم وأرواح وأنوار وأسرار ونفحات وبركات تجسدت في هؤلاء الستة، فكان كل واحد منهم يحمل سدس هذا الدين. هذا الدين الذي جاء به القرآن. وإذا كان هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلك أن تتصور ما قام هؤلاء في حملهم لهذا الدين. الله. الذي لو أنزل على جبل كالجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحابة، لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نعم. فإذا هنا كأن هؤلاء يجسدون ويحملون هذا الدين بكل أعماقه ومعانيه وأسراره وأحكامه وآدابه وكل ما فيه. إذا هو كان سدس الدين. يجي واحد يسلم بعد كده يبقوا سبعة، يقوم الحمل يروح شوية يبقى سبعة ثمانية المشاركة عشرة. فإذا بس مش أي حد هكذا، لا، ده بيبقى صاحب مقام.